اسمي منتصر بو فتح، مروح نهار الخميس صباح الخمسة وربعة بالضبط، مروح انا وواحد صاحبي 17 اكتوبر، مروح انا وصاحبي قاعدين تنبزنا كاملي في الكهرباء، تنرفزنا على بعضنا، هبطنا قعدنا نحكيو بالعياط، وواحد معناها زوز معناها عاديين يتعاركوا، وواحد قدام معناها اللافاج وقدام القهوه وقدام العباد الكل معناها قاعدين نحكيو بالعال بنعيطوا، وواحد تعدى الكهرباء نتاع حاكم، نحن دخلنا على اساس للدار خاطر نحن كنا سهرين معناها واحد شاربين ولا حاجه، تعدينا دخلنا للدار معناها باش يتعدى الحاكم على روحه معناها خاطر واحد ماك تعرف شارب باش يهزك معناها، وفي الشارع تعيط وواحد باش يهزك، طلعنا للدار على رواحنا. نحن ما زلت كي طلعت انا وصاحبي طلعت رايحين في الدروج، نسمع كان في الباب عمل لك ايه ترطاف، تخلع الباب، قام بابا ما نجمش يقوم خاطر قام اخر واحد معناها بابا ما نجمش يمشي بالقدا، قام هبطت اختي هذيا تجري خاطر فايقه كانت تصلي في الفجر، هبطت تجري على هبطتها هي من الدروج دزها وطلعوا وراهنا الكل، طلعوا نقزنا نحن مسطح مسطح الفوق هاي حتى ساقي معناها منفوخه، ومشيت عملت عليها سيرتيفيكا واحد معناها كنت نجم نموت انا بالفجعه كي ريتهم كيفاش طلعوا هكاك كلهم مع بعضهم بالفجعه معناها نجم كنت في بلاصه باش نرمي روحي في السطح اللي فيه معناها كنت نجم نرمي روحي معناها نموت عادي، وخم الفجعه نتاعي حاربوا هو والطفل اللي كانوا يتعاركوا مع بعضهم، حاربوا نقزوا مسطوحات طلعوا لنا للدار خاطر هما اصحاب يعني كان جاي مش اصحاب وصارت حمية يهربوش مع بعض حاربوا مع بعض، طلعوا لهنا في الدروج احنا وانا واقفه يعني لهنا نقول لهم مش فما صليوا على راني كنت اللوطه راني كنت نصلي شنو فما كلاب زايد وتشفير وسبين وبابا جاي قايم خنقوهم على الحيط، اختي كيف كيف المشطه والضرب والفيها احنا نجيو نقوموا هما يدزونا يجيبونا في البنك، امي دايخه غاديك امي الوحيده يعني اللي دايخه امي في بلا دايخه في الدروج، احنا كيما قلت لك ضرب وزيق كلام زايد اصلا هما شاربين صدقني خفت انا وقت اللي ريتهم هكاك خفت نعملوا هاو كتاب القران راني كنت نصلي راني حاضر على اول المشكل لاخر راه ما فهمش مشكل شنو هي الليل ماك تعرف حس يجاوب واحد كيبدا يحكي الدنيا فارغه الحس يجاوب هاي القهوه هاي اللافاج يعني ساهرين اكثر من هذوما معناه ما عندنا حتى حد احلف بالقران قال لي هز عليا كتاب القران نحلف بالقرآن، قلت له راه فما ربي هذايا اللي ضربنا، أكثر واحد قلت لك ضربنا هذايا، قلت له أنت يا أخي شكونك؟ أنت قال لي أنا رئيس فرقة العمرة، قلت له يعني احسبنا خواتك، احسبنا عليه هكا، فسر لنا شنو هي فما، بيه ما لقيتوهوش، اخرجوا على رواحكم، ضرب وحاسين وبزاق وشعوراتنا مقطعة ومشطة ودنيا يدي كنت ما نحركهاش، مشيت عملت سيرتيفيكا ضربني بالمتراك على العظمة نتاع يدي من هنا هزيت يدي هكا. وهبطها لي على الواحد نتاعي على العظم نتاع يدي ما نكذبش عليك مانيش مستنسين يعني ما دخنا راهو اللي دايخ واللي يبكي واللي يصيح واللي الكهرباء واقفه البر نغزر لهم اربعه نغزر لهم ثمانيه نغزر لهم عشره بداو يتلموا بداو يتلموا يعني بداو يجيو على بعضه فهمتني هذه دار هذه قال هيا هيا عائله كذا من كذا من كذا قلت له راهو حرام اختي بالمشتى ثقة هكا اختي منفوخة الطبيبة داخت قسما بالله شاقت شنية قتلها احنا قلنا عنف يعني قتلها شنية والله ثقة هكا بالمشتة مشتة مش هكا راهو كل هكا كل كاملة عرفت راهو وين يعطيها يجيبهم لوحة غاديك واحنا نسي يعني ما عندنا حد سما انا واختي اكثر وحوق من شعوراتنا يكركروا فينا كي خنق خنق هي وبابا خنقوا مع الحيط شدوا هكا مع الحيط وخنقوا عملوا هكا كي اختي بدتك وانت هو يا اخي تعوي نجم يضرب الحاكم جا ربي انت هاك هاك ريت الحاله اللي هو فيها الكلاوي والدم والشحم والسكر والواحد واكسيدون واعصاب ودنيا اش بشي نجم اضعف واحد فيهم ما ينجموا حد فينا بدينا نحن نتصايحوا ونجبدوا فيهم شو يقتلوا خلقوا مع الواحد مع تصور انت تشوف بو مخنوق مع الحي 40 سنه انا عمري فهمني شي يبدا يدز فيا ويخنق فيا يبدا يعمل لي هيك ضربت زميلي ولا هيك عمل إيه لو كان انا ضربت زميلك يا سيدي وضربت اش بيك ما هزيتنيش للحاكم اش بيك ما هزيتنيش للمركب لان انا فاقد عقليتي خويا هم يقولوا في كلام ما مشوا به شكون يدافع عليا وانا فاقد العقليه نتاعي دافع عليا بنات يتكلموا كلام في الاخر الكل يعملوا طلعها طلعها للكاميون ما تجيش هذا يا خويا ما تجيش عايش خويا ما هوش هكا الحاكم نحبوا حاكم راجل نحبوا حاكم يخدم بقلب وضمير
بطبيعه احنا ماذا بينا حاكم بيعي وصالح نحبوه ويلزم على حاجات اللي باش ضد الدوله ضد الحكومه. ما يمشيش سكيرجي سكران تجي تصدم الدار وتعمل لنا شوشره وتعمل واحد والناس تتفرج علينا. ما هو اسال علينا احنا شنو اخويا؟ اسال على ابوهم اسال على امهم فيهاش حاجه ولا بيهاش حاجه؟ ما مش تجي هكاك تبدا الناس تبدا تتفرج وفضايح وواحد تعمل لنا فيها على شنو ولد سكر. ايه برا سكر برا عمل العرك هكاك تعملوا 70,000 واحد جيو 20 فرقه باش ناقف ولا لقيت صحه ولا لقيت حتى شيء حتى من صوتي هرب نخزر بعينيا وكهو ونشوف في بناتي كيفاش قاعدين يتمرمدوا كيفاش قاعدين يتعاملوا. ولدي معناها كان مات مشى كان شدوه هما راهم قتلوهولي. شنيا الحكايه؟ ما فما حتى حكايه. شنيا المشكل؟ ما تعرف حتى شيء. احنا بيدنا توا 3 ايام ماناش عارفين شنو هو المشكل. يعني نحنا ماناش حابين حتى شيء جد حقنا. احنا شنيا مدخلنا؟ شنيا ذنبنا في ذي الكل؟ نحطوا حتى كان هو عامل ولا بيه ولا عليه احنا شنيا مدخلنا ناكلوا في الترايح؟